باشمهندس، واضح ان في مشاكل عند الفلاحين يعني، لكن طبعا واضح ان جوده كمان الانتاج عاليه. هو طبعا في مشاكل، في مشاكل عند الفلاحين، وطبعا المنطقه عندنا هنا بتتميز بجوده عاليه لزهره الياسمين اللي طالعه، والمنتج النهائي اللي طالع من الزهره دي يعني اللي هي العجينه. وطبعا دي بتستلزم مجهود كبير وشغل كبير من وزراعه الياسمين محتاجه جهد كبير من الفلاح. طبعا طبعا بيحتاج خدمه وبيحتاج عماله مكثفه بنحتاجها، وخصوصا في موضوع جني زهره الياسمين، الحصاد. الحصاد اللي هو الجني ده المحصول، وبعدين موسم الحصاد موسم طويل، او موسم الجني بتاع المحصول كم ده كم شهر يعني؟ يعني تقريبا اربع شهور، حوالي من 100 ل 120 يوم، بيبدا من شهر 6 لحد شهر 10. فدي فتره كلها بتحتاج عماله، وعماله كثيفه، لان طبعا العامل اللي بينزل عشان يجمع المحصول يعني انتاجه في اليوم يعني كيلو كيلو 100 كيلو 200 جرام من الساعه 1 بالليل، الحساب هنا بالجرام، لحد الساعه 6 الصبح، زي ما حضرتك جيت وشفت الوضع المزارعين والوضع اللي احنا فيه ده، حضرتك شاهدت الموضوع بنفسك. شجره الياسمين هنا يعني بتقول لي انها جيده يعني مواصفه معينه، الظروف المناخيه والجو من حيث المناخ والتربه وال ظروف ملائمه جدا، ظروف ملائمه جدا لنمو شجره الياسمين والزهره اللي طالعه والمكونات الكيميائيه اللي موجوده في العجينه اللي بتطلع. العب ده عرف امتى شجره الياسمين؟ الياسمين ده من سنه 1950 وهو دخل المحصول ده عندنا هنا في مركز قطور، وخصوصا في قريه شبرا بلولة. فده اجدادنا واهالينا المزارعين تمرسوا على الشغلانه دي، وعلى الزرعه والصناعه اللي قايمه على زهرة الياسمين اللي بتنتج في قرية شبرا بلولة. شجرة الياسمين ده عمرها قد ايه؟ يعني شجر معمر. تظهر امتى؟ شجر معمر يعني من تاني سنة يبدأ أزهار خفيفة كده، ممكن تخش في الشغل التجاري أو الاستثمار التجاري أو الاقتصادي بعد ثلاث سنوات ممكن يخش يدي محصول كويس. يعني الفدان ممكن يوصل لحوالي 6 طن في الموسم. 6 طن في الموسم؟ 6 طن في الموسم. هو بيظهر يوميا في جم، يوميا فيه زهره بتطلع وبتنضج وبيكتمل نموها وبتفتح. بيبدا الجني من الساعه 1 بالليل، بيكون كل الازهار اللي موجوده اللي اكتملت فتحت وبتبقى جاهزه دلوقتي ان احنا نجمع الازهار دي ونوديها للمصنع عشان تبقى جوده المنتج اللي طالع جوده عاليه وجوده عالميا. عالميا يعني هل الياسمين المصري له دور او له مكانه؟ ده مكانه كبيره جدا. مكانه كبيره جدا، يمكن 40% من انتاج العالم في زهره الياسمين او في عجينه الياسمين اللي طالعه دي بيطلع من محافظه الغربيه او من قريه شبرا بلولة تحديدا هنا. فاحنا عندنا مساحه في محافظه الغربيه حوالي 600 فدان، منهم في قرية شبر بلولة بس 245 فدان. فدي طبعا زراعة وصناعة وفرص لتشغيل عمالة، زي ما حضرتك شفت العمالة اللي بتشتغل عمالة متفاوتة في الأعمار، يمكن أنت شايف أطفال موجودين في الغيط وبيجمعوا مع أهليهم مع أبائهم وأمهاتهم ومش واخدين حقهم، العائد عائد غير مجزي بالنسبة للعامل، مش واخدين حقهم. يعني معامل يشتغل من الساعة 1 بالليل لحد الساعة 6 الصبح ولا 7 الصبح ويطلع ب 20 جنيه يجيب كيلو. مع ان يا اخي يعني من ساعة بتسمع كلمة ياسمين وقرية الياسمين حس ان انت قدام ناس ريتش وسرية ومبسوطة. لا والله، العمالة تعبانة، ظروف قاسية، والأسعار أسعار طبعا متدنية جدا، وكل ما السعر هيبقى متدني ما طبعا هيأثر على أجرة العامل نفسه. ربنا لو ربنا سهل والأسعار تميزنا بيها وارتفعت هيدي عائد كويس.